بسم الله الرحمن الرحيم. دلوقتي هنبدأ المحاضرة الأخيرة من محاضرات الإندكشن ماشين، اللي هناخد فيها فكرة سريعة على السنجل فيز إندكشن موتور. هنعرف فيها الكونستراكشن أو اللي هو التكوين بتاع السنجل فيز إندكشن موتور، وهنعرف إيه المشاكل اللي بتقابلني في الستارتنج بتاعة الإندكشن موتور، وإزاي بقدر أعالج المشاكل بتاعة الستارتنج بتاعة الإندكشن اللي هو السنجل فيز اندكشن موتور. لو جينا بصينا على الكونستراكشن بتاع السنجل فيز، هو زيه زي الثري فيز، ان انت عندك بيتكون من الروتور عندنا، وادي الشافت اللي بيلف عليه، وعندنا الستيتور بتاعنا، والستيتور بيكون سلندريكال اللي هو اسطواني، وبيكون برضو في سلوتس عندنا، وهو اللي بيشيل لك السنجل فيز وايندنج اللي بتكون متغذيه عندنا من السنجل فيز اي سي سبلاي. يبقى كده اهو زي ما احنا شايفين، ادي الستيتور وادي الكونكشنز بتاعه الاي سي سبلاي عندنا عشان تتغذى من الاي سي سبلاي. طيب، وبيكون السبلاي بتاعك سنجل فيز. طيب بالنسبه للروتر عندنا، الروتر بيكون على طول سكويرل كيج روتر. يبقى كده هو التاني الكونستراكشن، هيتكون من الستيتور والروتور. الستيتور عبارة عن سيلندر وبيكون فيها سلوتس بتكون شايلة لك السنجل فيز وايندنج اللي بتكون متغذية من سنجل فيز اي سي سبلاي، والروتور عندك بيكون سكويرل كيج روتور، وبيكون طبعا السكويرل كيج بيكون ارخص واستخداماته اكتر من النوع التاني من الاندكشن موتور. طيب لو جينا اتكلمنا على البرنسيبل اوف اوبريشن او طريقه التشغيل بتاعه السنجل فيز اندكشن موتور، اول حاجه عندنا انت عندك سنجل فيز اي سي كارنت بيمشي لك في السنجل فيز وايندنج بتاعتك، ده هيؤدي ان هو هيكون لك بالسيتنج فيلد، هيكون زي ما كانت في الثري فيز بيحصل عندنا. البالسيتنج فيلد ده بيبتدي ان هو يعمل لك اتنين روتيتنج فيلد، اول فيلد عندنا بيكون في الفورورد دايركشن، وتاني فيلد عندنا هيكون في الباكورد دايركشن. وزي ما اخدنا قبل كده ان انا عندك الفيلد اللي بيتكون عندنا في الفورورد ده هيكون لك تورك في الاتجاه الفورورد، واللي هو الفيلد اللي هيتكون في الباكورد هيكون لك تورك في الاتجاه الباكورد عندنا. يبقى تاني سنجل فيز اي سي كارنت هيبتدي يمشي عندك في الوايندنج بتاعت السنجل فيز موتور، هيكون لك بالسيتنج فيلد. البالسيتنج فيلد ده هيبقى له اتنين كومبوننتس، او هيبقى له اتنين روتيتنج فيلدز، واحد فورورد وواحد باكورد، هيأدي كل واحد من دول ان هو بيكون لك تورك برضو، واحد في الاتجاه الفورورد وواحد في الاتجاه الباكورد. طب لو جينا شفنا التورك سبيد كاركترستكس بتاعه السنجل فيز اندكشن موتور، التورك اللي هو بالاحمر ده هو التورك اللي اتكون نتيجه للفورورد روتيتنج فيلد، والتورك اللي اتكون بالازرق ده هو التورك اللي اتكون نتيجه للباكورد بالسيتنج فيلد. طيب يبقى الموتور بتاعك هيلف بأني تورك؟ هيلف بالريزلتنت بتاعه الاتنين تورك، او مجموع الاتنين تورك دول مع بعض. طيب هنبتدي نجمع اللي هو الكيرف الاحمر ده مع الكيرف الازرق ده، هينتج لك اللي هو الكيرف اللي باللون الاسود ده. خلاص، طيب ايه اللي بيحصل عندنا؟ هيحصل عندي مشكله في السنجل فيز اندكشن موتور. ايه هي؟ ان انت لما تيجي تبص عند نقطة الستارتنج بتاعة السنجل فيز اندكشن موتور، هلاقي ان التي اللي هو الفورورد، ادي التي ستارتنج بتاعته اهي، هي هياها بتساوي التي ستارتنج بتاعة الباكورد. خلاص، يعني التي ستارتنج بتاعة الفورورد بتساوي التي ستارتنج بتاعة الباكورد، التي نت بتاعتك هتساوي كام؟ هتساوي الصفر عندنا. يبقى انا كده هوت المشكله اللي قابلتني في الستارتنج بتاعه السنجل فيز اندكشن موتور، ان وقت الستارتنج ملوش تي ستارتنج، مش زي الثري فيز، نتيجه ان انت عندك فيه ثري فيز وايندنجز، فالمحصله بتاعتهم كان بيبقى فيه ستارتنج تورك. هنا ما حصلش الكلام ده عشان انت شغال سنجل فيز. فالسلايدز اللي جايه هنحل المشكله بتاعه الستارتنج بتاعه الاندكشن موتور ده، ان هو ايه الطرق بتاعه الستارتنج، او ازاي اقدر ان انا اعمل ستارتنج للاندكشن موتور.
الفكرة بتاعت الطرق دي ان انت الكيرف اللي بالاسود ده انت عايز تعمل له شيفتنج لفوق لفوق بحيث ان انت او لتحت بحيث ان انت يبقى في اي تي ستارتنج عندك حصل في الاندكشن موتور اللي هو السنجل فيز. طب احنا عايزين نعرف ازاي هنعمل شيفتنج للكيرف ده بالطرق المختلفة اللي هنقولها في السلايدز اللي جاية. طيب لو جينا اتكلمنا على الطرق بتاعت الستارتنج بتاعت السنجل فيز اندكشن موتور اللي هو زي ما قلت الهدف منها ان انا عايز اعمل شيفتنج للتورك كاركترستكس بتاعتك عشان الستارتنج ما يبقاش بيساوي الصفر، فعندك ثلاث طرق. اول طريقة عندنا اللي هي بعمل حاجة اسمها السبليت فيز اندكشن موتور، تاني طريقة ان انا بعمل كاباسيتور اندكشن موتور، وتالت طريقة ان انا بعمل حاجة اسمها الشيدد بول اندكشن موتور. التلات حالات دول بتاعت الستارتنج بستخدمهم في السنجل فيز اندكشن موتور بس. طيب هنيجي لأول طريقة عندنا في الستارتنج بتاعت السنجل فيز اندكشن موتور اللي هي عندنا السبليت فيز. من اسمها كده هوت معناها ايه؟ ان انا باجي على الفيز بتاعة الاندكشن موتور وهبتدي ان انا اقسمها لجزئين، جزء بنسميه المين وايندينج وجزء هسميه مين اللي هو الاوكسيلري وايندينج او اللي هي السبليت وايندينج. طب ايه اللي حصل هنا؟ ان انا لما الستيتور بتاعتك الفيزز بتاعت الستيتور او الفيز الواحده بتاعت الستيتور اتقسمت لجزئين كده حصل فيز شيفت ما بين الروتيتنج كارنتس اللي اتكونت، وبالتالي الروتيتنج توركس هيبقى فيه فرق ما بينهم، ما بقاش عند الستارتنج اللي هو التي بتاعت الفورورد بتساوي التي باكورد، لا ده بقى فيه اختلاف ما بينهم هيخلي ان في عندك تي ستارتنج. السبليت فيز في الحالة دي بنسميها permanent slip. يعني ايه split؟ يعني ايه؟ يعني معناها ان انا فاصلة او مقسمة الوايندنج بتاعت الستيتور بتاعتنا لجزئين على طول سواء في الستارتنج او في غير الستارتنج، تمام؟ هتفضل بالشكل ده عندنا. طيب الابليكيشنز بتاعت الطريقة دي ان انا بستخدمها في السمول فانز او في المراوح الصغيرة، بس من العيوب الأساسية بتاعت البيرمننت سبليت دي إن هي التي ستارتنج بتاعتها بتكون صغيرة جدا، فبالتالي أنا مش ببقى عايزة اللي هو التقسيمة بتاعت الفيز بتاعتك أو إن أنا فصلت الفيزز أو قسمتها لجزئين لمين وأوكسيلري تفضل على طول في وقت الستارتنج، فده خلاني إن أنا بدل ما بعملها بيرمننت سبليت هعملها إيه؟ هعملها temporary. temporary يعني ايه؟ يعني حاجة مؤقتة. يعني هاجي هنا هوت ادي كده هوت هروح جايبة سويتش عندنا، السويتش ده في الستارتنج هيكون مقفول فالستارتنج وايندنج دي او اللي هي السبليت وايندنج دي هتكون موجودة. بعد ما عملت الستارتنج عند التورك بتاعنا هبتدي ان انا اروح فاتحة السويتش ده فهفصل خالص اللي هي الوايندنج عندنا. يبقى كده اللي هي اول طريقة للستارتنج في حاجة اسمها اللي هي سبليت فيز. السبليت فيز دي في منها طريقتين، يا اما بيرمننت معناها ان انا الوايندنج بتاعه الستيتور بتاعتك متقسمه لجزئين لمين واوكسيلري وهتفضل شكلها كده على طول سواء الموتور بيعمل ستارتنج او شغال نورمال، بس لقينا ان انا التورك بتاعك بيكون قليل فده حاجه مش كويسه، فبالتالي لجأوا للطريقة التانية اللي هي temporary split اللي هو عن طريق مفتاح، هبتدي ان انا ادخل اللي هي auxiliary winding دي وقت الستارتنج وبعدين افصلها تاني. تاني طريقة عندنا ان انا بحط capacitor عندنا مع الستيتر، فالكاباسيتور ده في وقت الستارت احنا برضو هنا لو شايفين ان هوت في عندنا حاجة اسمها اول طريقة الكاباسيتور ستارت. كاباسيتور ستارت يعني ايه؟ ان انت بيكون في عندك سويتش وقت الستارتنج الكاباسيتور ده هيكون السويتش مقفول والكاباسيتور موجود، وبعد ما الموتور يبتدي يشتغل نورمالي هيبتدي السويتش ده بيتفتح والكاباسيتور بتاعك بيتفصل. يبقى دي الطريقة دي بنسميها كاباسيتور ستارت، ان انا بحط كاباسيتور سيرس مع الاوكسيلري وايندنج او اللي هو الستارتنج وايندنج بتاعتنا عشان يبقى عندك في فيز شيفت حصل في التيارات بتاعتك هتأدي ان هيبقى في اختلاف في التورك ستارتنج بتاع الفورورد والباكورد زي ما قلنا في الكيرف، فهيبقى في تي ستارتنج بتاع موجود في السنجل فيز اندكشن موتور عندنا.
طيب الابليكيشنز بتاعت الطريقة دي ممكن استخدمها في المراوح، استخدمها في الثلاجات، استخدمها في الغسالات، ممكن في البومبس، ممكن ساعات بستخدمها كمان في الاير كونديشن عندنا او اللي هو التكييفات عندنا. يبقى كده الكاباسيتور ستارت بيبقى في اللحظة الاولانية السويتش مقفول، عندك الكاباسيتور بيكون سيرس مع السبليت وايندنج او الستارتنج وايندنج، بعد ما الموتور بياخد سرعته وهيبتدي يعمل لك الستارتنج هيبتدي السويتش ده يفصل لك الكاباسيتور عندنا. والطريقة دي قلنا بنسميها الكاباسيتور ستارت سنجل فيز اندكشن موتور. ممكن برضو الكاباسيتور عندنا نفس فكرة السبليت فيز ان هي ممكن تكون تمبراري او بيرمننت، برضو الكاباسيتور ممكن اللي بيتحط عندنا ممكن ان انا افضل مخلياه عندنا في الدايرة مفصلوش. يبقى كده هو دي بيبقى اسمها كاباسيتور ران. يبقى معناها ايه؟ معناها ان الكاباسيتور عندك سواء انت بتعمل ستارتنج او ان الموتور شغال عادي انت عندك موجود كاباسيتور في متوصل سيريس مع الاوكسيلري وايندنج بتاعت الاندكشن موتور عندنا. وبرضو فايدة الكاباسيتور ان هو هيعمل لك فيز شيفت في التيارات، هيأدي ان انت عندك هيحصل الروتيتنج فيلدز بتاعتك بتختلف والتورك فورورد هيختلف عن التورك ريفرس، فاللي عندك هيبقى فيه تي ستارتنج موجود عندنا. اخر طريقة اللي هي الشيدد بول سنجل فيز اندكشن موتور، هي فكرته ايه؟ ان انت بتغير في الكونستراكشن بتاعت الستيتور بتاعنا. ده كده هو ادي الستيتور اهو زي ما احنا شايفين، وده الروتور بتاعنا اللي هو كيج او سكويرل كيج روتور. طيب لو جينا بصينا على الستيتور هنلاقي ان هو حاجة اسمها الشيدنج كويل. طيب هو بيكون من ايه؟ هيكون برضو عادي من سنجل فيز وايندنج، هيكون من اللي هو الشيدد بول ده، وعندنا هيبقى في اللي هو الشورت سيركت رينج اللي بتبقى موجودة على السكويرل كيج. طيب ايه الفكرة بتاعت التشغيل بتاعت الشيدد بول؟ لما انا حطيت الجزئية دي خلت ان انت عندك لما الستيتور كونكتد للاي سي سورس والاي سي كارنت بتاعك بيبتدي ان هو يعني فلو جوه الدايرة بتاعتنا، الاي سي فلوكس اللي موجودة نتيجة للشيدد بول دي بتكون مختلفة. هيبقى في عندك في اتنين فلوكسز، واحد نتيجة للستيتور العادي وواحد نتيجة للشيدد بول. الريزلتنت بتاعهم بيكون بيعمل لك فيز شيفت في التيارات الروتيتنج اللي بتتكون، وبالتالي هيعمل لك تغير في التورك ستارتنج عندنا. يبقى فكرة الشيدد بول ان انا باجي اروح مغيرة في الكونستراكشن بتاعت السنجل فيز اندكشن موتور، بدل ما هو كان الستيتور عندك اللي هو كان عبارة عن هورس شو كده او اللي هو شكل حدوة الحصان كده، لا ده انا جيت حطيت حاجة اسمها شيدد بول، او ان انا عملت زي فتحة زيادة في الستيتور عندنا ووصلت عليها كويل. فنتيجة ان انت هيبقى عندك في اتنين فلكس، واحد من المين بول عندك، واحد من الستيتور العادي بتاعنا هيكون الفلكس الاولاني، واحد نتيجة لوجود الشيدد كويل دي هيكون الفلكس التاني. الانتر اكشن بتاعهم او المحصلة بتاعتهم هتخلي في فيز شيفت حصل لك في الروتيتنج فيلدز اللي اتكونت، بالتالي التورك بتاعك اللي اتكون هيكون مختلف، اللي هو التي فورورد مختلف عن التي باكورد عندنا. ده هيخلي ان انت عندك التي ستارتنج موجودة في حالة الشيدد بول، وزي ما احنا شايفين ده في الكونستراكشن او في التصميم بتاع الشيدد بول. يعني مش وقت الستارتنج هيكون بشكل وبعدين في الراننج هيكون بشكل تاني، وهيفضل شكله كده ثابت طول الستارتنج والراننج بتاع السنجل فيز اندكشن موتور. فأي طريقة من الثلاث طرق اللي احنا قلناهم في الستارتنج بتاعة الاندكشن موتور السنجل فيز، ايه اللي حصل عندك؟ حصل لك شيفتنج في التورك، بقى التورك اللي هو الفورورد مختلف عن التورك الباكورد، فأدى ان انا بقى عندي في مين تي ستارتنج عندنا. خلاص في اي طريقة من الثلاثة دول التورك سبيد كاركترستكس بقت عندي بالشكل ده، ان انت عندك بقى فيه شيفتنج ما بين الفورورد والباكورد، فالريزلتنت تورك بتاعك بقى فيه عندك مين؟ التي ستارتنج.
بكده نكون خلصنا المحاضرة بتاعت السنجل فيز اندكشن موتور، عرفنا ايه هي الكونستراكشن بتاعته، وعرفنا المشكلة اللي قابلتني في الستارتنج تورك بتاع الاندكشن موتور وازاي حلناها بثلاث طرق، سواء كانت ان انا بعمل سبليت فيز كانت بيرمننت او تمبرري، يعني ان هي موجودة على طول، او ان انا بفصلها وادخلها بسويتش عندنا وقت الستارتنج وبعدين بعد كده بفصلها في وقت الرننج. عرفنا الطريقة ان انا ممكن احط كاباسيتور برضو في وقت الستارت وافصله، او ان انا بحطه في وقت الستارت والرننج عندنا. وتالت طريقة عشان اقدر ان انا اوجد بيها الستارتنج تورك في الاندكشن موتور كانت اللي هي الشيدد بول، ان انا بغير في الكونستراكشن بتاع الستيتور بتاعنا، بعمل فيه زي فتحة تانية بحط فيها شيدد كويل او كويل جديده هتولد لك فلوكس جديد. الانتر اكشن بتاع الاثنين فلوكسز ده هيخلي الروتيتنج فيلدز بتاعتك مختلفه، وبالتالي اللي هو التورك اللي بيكون الفورورد والباكورد عندنا هيكونوا مختلفين، فهيكون عندك الستارتنج تورك بتاع الاندكشن موتور موجود. كده احنا خلصنا المنهج الحمد لله. الجزئية دي قلت لك لو اتسألت فيها ممكن تتسأل ستيت الطرق بتاعة الستارتنج مثلا بتاعة السنجل فيز اندكشن موتور، هتقولي ان انا بستخدم سبليت فيز او كاباسيتور او الشيدد بول، ممكن هتحفظ فيهم طريقة كويس جدا لانها هتتسأل على طريقة بالتفصيل. هقول لك مثلا explain in details مثلا one method of the starting of single phase induction motor، يبقى هتختار اي طريقه من الثلاثه انت فاهمها كويس، هتبتدي تشرحها لي، هترسم لي الرسمه بتاعتها وهتقول لي بتشتغل ازاي او ايه الفكره بتاعه العمل بتاعها. ممكن اسالك على الجزئيه دي ايه هي الكونستراكشن بتاعه السنجل فيز اندكشن موتور، زي ما قلناها في اول سلايد ان هو بيتكون من الستيتور والروتور، والستيتور بيكون عباره عن سيلندر بتكون فيها سلوتس متوصله على السنجل فيز اي سي سبلاي بتاعتك. احنا معانا الريفيجن بتاعت الميد تيرم معانا، ممكن اي سؤال منها يتكرر تاني ويجي عندك في امتحان الفاينل. الاسئله بتاعت المحاضرتين الاخرانيين انا قلتهم في اخر المحاضرات عندنا، هيتفضل عندك في السكشن في مسالتين على السنجل فيز اندكشن موتور والشيتس اللي احنا خدناها قبل كده.